قول طبعا نهائي. حسم وقاطع، بالعكس احنا تأخرنا بعض الوقت في إعلان هذه الشهادة، لأن برغم كل الضجيج اللي كان حاصل يعني في اعتبارات، وأيضا حتى يتحصن القرار ويصبح غير قابل للطعن ولا التظلم منه ولا الطعن عليه بأي صورة من الصور، وبالتالي هذا القرار الصادر من معالي المستشار النائب العام أصبح في له حجية الحكم القضائي، لأن أجريت تحقيقات موسعة، وهو القول الفصل في هذا الأمر. تبقى كلمة، أنا أولا بهني الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته لانتهاء التحقيقات في هذه القضية بهذه الصورة، وأيضا الإدارات المختلفة المنضبطة اللي داخل النادي الأهلي. أنا اشتغلت كثير من هذه القضايا، لم أرى انضباط مثل الانضباط والدقة اللي موجود في الإدارات التحتية في النادي الأهلي، على رأسها المالية والقانونية وغيرها، لأن هذه الإدارات هي التي عملها وانضباطها قرارات مجلس الإدارة، لأن كل شيء في هذه القضية متغطى بقرار مجلس الإدارة بيتم الإختار به في المواعيد. فبالتالي النادي الأهلي مؤسسي بشكل رائع ومحترم، فأنا بهني كل هؤلاء، وأيضا يعني بقى أصحاب الكلمة العليا جماهير النادي الأهلي لهم أن يفخروا بمجلس إدارتهم وبإدارة ناديهم، وأيضا أصحاب هذا النادي الجمعية العمومية المحترمة اللي بتشرف إن أنا واحد منهم، الجمعية العمومية النادي الأهلي، أيضا أنا بتقدم لهم بالتهنئة لانتهاء هذه القضية وإسدال الستار عليها. أخيرا وأنا قلت إن ده كأنه حكم قضائي، تناوله أو التعريض به، من يقوم بالتعريض أو تناول أو التشكيك في نتائج هذه التحقيقات كأنه تعرض لحكم قضائي ويحق عليه العقاب. دي نقطة مهمة جدا، لأنه